السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ذا هانتر النهاردة في معلومة جديدة بس مهمة جدا ونخلي بالنا منها، بتأثر جامد جدا على البرفورمانس بتاع الجهاز بتاعنا. المعلومة دي بتتلخص في ازازة المية دي. طبعا ازازة المية دي هنا هي بتمثل لنا الليكويد كولر. احنا هنتكلم عن الليكويد كولر وازاي نركبه في الكيس بتاعتنا. زي ما احنا عارفين ان الليكويد كولر هو مهمته الاساسية ان هو يبرد لي البروسيسور بتاعي في الجهاز. طيب علشان اقدر ابرد بالشكل الكويس جدا والشكل المظبوط، ازاي احط الليكويد كولر بتاعي في الجهاز؟ طيب عندنا هنا حاجتين لازم نتكلم فيهم، وهي هل الليكويد كولر بتاعك لسه جديد، لسه شاريه ومطلعه من البوكس بتاعك، ولا هل جايبه مستعمل، ولا هل جايبه براند مش واثق فيه يكون كويس او وحش. وده طبعا احنا مش بنرشحه، لازم تجيب الليكويد كولر يكون براند موثوق فيه ومعروف ومتجرب قبل كده. طيب هنا دلوقتي هنقول ده هيفرق في ايه؟ يعني انا جايبه جديد ولا جايبه مستعمل؟ هيفرق في التركيب؟ ايوه بيفرق في التركيب. وهي اول حاجة الليكويد كولر لما بيكون جديد بيبقى جاي زي ما قلنا زي الازازة دي، بيبقى مليان على اخره، ما بيبقاش فيه اي مجال لوجود اي هواء داخل الليكويد كولر. طيب واذا مستعمل ايه اللي بيفرق؟ اللي بيفرق طبعا ان الكولر بتاعنا او الليكويد اللي جوه بيقل بشكل تدريجي مع الاستخدام، زي بالظبط العربيات لما يكون فيها الريداتير بتاعها بنغير فيه ميه بشكل دوري، لان طبعا الميه مع الحراره الزايده بتبدا تقل فمحتاج انك تزودها. لكن طبعا في الليكويد كولر انت مش هتعرف تزود حاجه، فاحنا بنقول الطريقه اللي تستفيد بيها من الليكويد كولر حتى لو كان مستخدم. طيب ده هيفرق في ايه في التركيب؟ بيفرق في حاجه بسيطه جدا، زي ما احنا شايفين الكيسه اللي ورايا هنا، انا هنا مركب الليكويد كولر بشكل امامي. طب ده هنا ليه؟ الليكويد كولر بتاعي لسه جديد، لما يبقى لسه جديد اتفقنا ان المايه بتاعتنا بتكون بالشكل ده. هو دلوقتي بالظبط بالشكل ده والبايبات بتاعتي طالعه، فطبعا البامب اللي موجوده هنا بتقدر تاخد من المايه اللي موجوده وتعمل عمليه السيركوليشن وعمليه التبريد بتاعتي. طيب لو حطيته بالشكل ده زي ما انتم شايفين مفيش اي مجال للهواء، لسه جديد، المايه برضو هتقدر تيجي للبامب بتاعتي. طب هل معناه ان ده صح ولا ده اللي صح؟ لا، لو جديد ده صح وده صح، بس ده ليه فترة معينة ولازم يتغير للشكل ده. لو ما غيرتوش للشكل ده بعد فترة معينة هيبدأ الافشنسي والبرفورمانس بتاع الجهاز بتاعي يقل، وزي ما قلنا ده جديد لسه طالع من الكرتونة بتاعته. طيب لو مستعمل هيبقى بالشكل ده، هنجيب كوباية هنفضي شوية مية اللي هي عوامل الزمن، يعني السنين بتجري هنا، زي ما انتوا شايفين انا فضيت شوية مية من الكولنت بتاعتنا اللي هي عوامل الزمن اللي جريت على الكولنت بتاعتنا. طيب لو جينا نشوف هنا، انا لو جيت حطه هنا هلاقي ان في خطوره دلوقتي على البامب بتاعي، لان بدات البامب تاخد هواء، ما بقتش تاخد ميه، بقت تاخد ميه طبعا بسيط جدا، بقى في ميه بسيط جدا، يعني لو قلنا ان التيوبس هنا هتاخد ميه بس في كميه هواء موجوده فوق هتبدا تدخل البامب بتاعي، وده طبعا هياثر على الافشنسي بتاع البروسيسور بتاعي. طيب لو جينا قلنا انها كده، بصوا الهواء موجود فين؟ الهواء موجود في الجزء اللي فوق، فطبعا البامب عماله لسه بتاخد ميه، فدي وضعية كويسة جدا للليكويد كولنت ان احنا نركبه في الكيس بتاعتنا بالشكل ده. لكن لو جديد ولسه حابب تركبه بالشكل ده، شايف انه كشكل جمالي احسن وبيديك منظر جميل، مفيش مشكلة لو الليكويد كولنت لسه جديد، وزي ما قلت تاني يكون من ماركة وبراند كويس جدا، ولازم نتأكد ان مفهوش صوت بيعمل زي كده، ده معناه ان الليكويد كولنت فيه هواء، يعني انا لو طلعته وعملته كده وسمعت الصوت ده على طول لازم اغيره للشكل ده. طيب لو جينا نحطه، في ناس بتحط الليكويد كولنت تحت هنا مكان المراوح اللي عندي تحت دي، تعالوا نبص كده لو حطيته تحت ايه اللي هيحصل. تقريبا حطه في الهواء، يعني الكولنت او البامب بتاعتنا عماله تاخد هواء بس وعماله تحطه في البروسيسور، زي ما انتم شايفين اهي الدنيا مهويه زي ما انتوا شايفين، فطبعا دي خطر جدا. احنا هنا ده بقى الوضعيه الغلط جدا للليكويد كولنت ان احنا نحطها. اللي حاطط الليكويد كولنت بتاعه بالشكل ده بعد اذنكم بسرعه جدا يروح يغيره للشكل ده.
لو لاحظت ان انا حاطط هنا، انا بخلي المية تنزل وتطلع لان البامب شغال. طبعا لو حطيت ده بشكل متوازي فوق كده، ده هيبقى خطر جدا. يعني برضو لما اجي احطه بالشكل ده، مهم جدا ان التيوبس بتاعتي تكون نازلة بالشكل ده، ما تبقاش جاية بالشكل ده، ما تبقاش جاية بشكل افقي، تبقى جاية بشكل فيه انحناءة بالشكل ده. لكن لو هركبه من فوق، هي اوتوماتيك هتبقى نازلة بالشكل ده او بالشكل ده، مفيش اي مشكلة. طيب اهم حاجة زي ما قلنا كده، لو جديد جدا ولسه طالع من الكرتونة ركب ولا يهمك، بس بعد يعني اولموست 8 شهور 9 شهور، ما يزيدش عن سنة، تغيره كده، ترجعه كده تاني. يعني لازم بعد فترة، لو انت حاطه كده مبسوط بشكله شوية مفيش مشكلة، بس بعد فترة رجعه لمكانه كده. طيب لو ركب مركبه تحت، الحق نفسك يا باشا، طلعه فوق او قدام، علشان لو ملحقتش نفسك جهازك عمال بياكل هوا من الاخر. فاتمنى ان تكون استفدنا النهاردة من ازازة المياه الظريفة دي، وضحت لكم بشكل كبير قوي ايه اللي بيكون جوه الليكويد كولانت بتاعنا الاسود. وطبعا ده ابليكابل على المروحتين الثلاثة والمروحة الواحدة، بس طبعا في مرحلة الثلاث مراوح اكيد ده بيطلع فوق شوية، وبيبقى فيه لو الكيس طبعا صغير، انا عندي الكيس هنا كبيرة، طبعا لو الكيس عندك صغيرة هيبقى فيه مشكلة برضو اكبر. فدايما احنا بنرشح انك تخليك كده في الامان. اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة في الفيديو بتاعنا، وخلي بالكم من البروسيسور بتاعكم، تركبوا الليكويد كولانت بشكل صحيح علشان تتجنبوا اي مشاكل ممكن تأذي البروسيسور بتاعكم، وتكون التهوية بتاعتكم او التبريد بتاعكم يكون بشكل قياسي وفي حدود المسموح. شكرا ليكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لكل جديد. شكرا ليكم.